الحقيقة إن قضايا الأحوال الشخصية كتيرة جدا وكلها مهمة وعليها جدل كبير جدا بين الرجالة وبين الستات، لأنها بتحدد حقوق كل واحد فيهم على التاني في الزواج، في الطلاق، في الوصاية، في كل الكلام ده كله. وزي ما فتحنا الملف ده معاكم الأسبوع اللي فات ووعدنا حضراتكم إننا نكمله الأسبوع ده، هنكمل كلامنا وكل المناقشات معاكم في قانون الأحوال الشخصية والمطالب في تعديله كمان. ومعانا ضيوفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ علي صبري المحامي والاستاذه مها ابو بكر المحاميه. اهلا بيكم في برنامج انت منورنا. اهلا بك يا أمي. اهلا بحضراتكم، وفعلا وعدتوا وما اخلفتوش يعني الوعد، جيتوا النهارده وكانت الفقره المره اللي فاتت سخنه جدا وحاميه جدا، وناس كتير قوي بعتوا لنا اسئله ليكم كتير قوي، لكن اكتر اسئله اتبعتت لنا عن الولايه. هسال بقى كل واحد في الدور، وليديز فيرست طبعا، يعني موضوع الولاية ده بكل واحد فيهم رفع الشعار بقى، الولاية لمين؟ طيب خلينا نقول انه مبدئيا طبعا هو المفترض شرعا وقانونا الولاية للأب، وده يعني الموجود حتى اللحظة والمعمول به في القانون المصري، يعني إلا بعض التفاصيل اللي ليها علاقة مثلا بالولاية التعليمية. الولاية التعليمية بتنتقل للحاضن، لأن ده له علاقة بالطفل، إنه رعايته اليومية يعني أو متابعته اليومية، ده المعمول بيه حتى اللحظة، تمام؟ طيب إحنا مطالباتنا إيه بقى في القانون الجديد؟ طلباتنا في القانون الجديد إن الولاية حقي. يعني إيه الولاية حقي؟ يعني مثلا لا يتماشى مع المنطق إنه أنا أبقى ست حامل 9 شهور اروح افتح بطني، لكن ما اقدرش ان انا اروح افتح لابني او بنتي ملف في اي مدرسه. لا مش بس فايل. لا يعني مش بس ملف في اي مدرسه، انا باخد امتى الولايه التعليميه؟ ابتداء الولايه التعليميه باخدها لو انا مثلا في نزاع بيني وبين الاب، لو في طلاق، لو مثلا ارمله، يعني الاب مش موجود، او مثلا الاب موجود خارج البلاد او في محافظه ثانيه، او اتفاقيه بيني وبين الاب، في الحاله دي باخد الولايه. غير كده ما بقدرش اخد الولايه، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، في حاجه ثانيه اسمها الولاية على المال. الولاية على المال دي اللي هي ايه؟ ان انا مثلا اروح افتح في دفتر توفير في البوسطة لكن ما اقدرش اسحب منه، في حين ان انا اللي فاتحه انا اللي بحط الفلوس، بس غير منطقي ما اقدرش اجيب منه حاجة لابني او بنتي. في البنوك نفس الحكاية. تفاصيل كتير وحكايات كتيرة قوي شفناها على هاشتاج الولاية حقي، انه عندنا مثلا ولادنا وصلوا مثلا في بطولات رياضية ولا كذا ولا كذا، لمجرد ان في خلاف او نزاع بين الاب والام، الطفل مثلا ما بيقدرش يسافر بره البلد لانه مثلا الاب عمل له منع من السفر. تفاصيل كتيرة قوي. ايه بقى مطالباتنا في القصة دي؟ مطالباتنا والله انه احنا مش رجال دين، مش رجال دعوة، فأنا مش هقدر أقول دينيا نعمل إيه، لكن عايزة علماءنا الأجلاء يقولوا لنا نعمل إيه، خاصة وإنه في قاعدة شرعية بتقول حينما تكون مصلحة الناس سمى شرع الله. طيب مصلحة أولادي في إن يكون أنا زي والدهم، إن أنا معايا الولاية، إمتى يكفي؟ يعني أنا مش بقول أشيل من الأب الولاية، لا، أنا بقول إن إحنا الاتنين يبقى الولاية، إحنا الاتنين نقدر نتصرف في أمور أبنائنا يعني. ولو حد فينا لا قدر الله حس إن من التاني في على الولاد خطر، في الحالة دي يتقدم لقاضي الموضوع، يغل يده عن الولاية حرصا على مصلحة الطفل أو مصلحة أبنائنا. بالظبط كده. طيب طب لو الأب غير سوي بقى، معلش يا فرح أسفة بس هستكمل بس بقية النقطة دي، لو الأب غير سوي يعني هيبقى معاه الولاية برضو؟ ما أنت لازم الأول تثبتي إن هو غير سوي، ان هو مثلا فقد اهليته. هي ايه غير سوي او سوي في القانون؟ اللي هي كامل للاهليه او فاقد للاهليه. طب انا هثبت ان هو بس مفيش حاجه تاني، بيشرب، بيضرب، عصبي، بيصرف الفلوس، اذا مش معاكي حكم نهائي وبات بهذا الامر ملوش لازمه، تستطيعي ان انت تثبتي. لازم يكون عندك حكم نهائي وبات وقاطع في هذا الامر. او مثلا الاب موجود مثلا لا قدر الله مقيد الحريه، محكوم عليه في جنايه او حاجه مخله بالشرف والامانه، هنا بيكون الموضوع اسهل وابسط بكتير. بالظبط. لكن مثلا لو بقى مريض نفسي، لو لا قدر الله مدمن، لو زي ما انت بتقولي عنيف، الحاجات دي عشان نقدر نثبتها هنحتاج اطباء وهنحتاج هنا شهود وهنحتاج حاجات كتير جدا عشان نقدر نثبت الحاله اللي احنا فيها. ثم يعني بعد ذلك بقى اشوف مصلحه ولادي بعد ما اثبت. طب ليه؟ طب يكون بقى الولد كبر او يكون فقد اللي انا محتاجاه، يعني المصلحه اللي هي الحاليه او الانيه اللي انا عايزه اتصرف فيها عشان خاطر احمي بيها ابني او بنتي. لو عنده بطوله، لو لا قدر الله عيان، لو اي حاجه، لو عايز يتعالج بقى العمليه. بالظبط.
مثلا يعني، ولان كل ده كمان بياخد من طاقة الام، فبدل هي ما بتضيع طاقتها على الولد او البنت وهي ام لوحدها، لا هو هي رايحه جايه على المحاكم ورايحه جايه على المصاريف والكلام ده كله، فطاقتها بتروح. طيب استاذه علي، عايزه اسال حضرتك سؤال، ايه الفرق بين ان انا ابقى وصيه على ابني او الاب يبقى وصي على ابنه وان هو يبقى معاه الوليه، يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ لا هو الاب اصلا هو ولي طبيعي، بس ولي انا خليني اوضح لك فرق بين الحضانه وبين الولايه. الحضانه هي حق رعايه الصغير، لا الولايه هو انا هشرح لك دلوقتي، هقول لك هقول لك كل حاجه. اشرح الاول الحضانه واللي يرتبط بيها. الحضانه دي للام او للنساء عامه، وده حق رعايه الصغير، يعني ان انا بحافظ عليه بربيه باخد بالي منه، الدور اللي بتقوم بيه كل الامهات في مصر. اما الولايه هي الولايه على مال القاصر. يعني ايه الولايه على مال القاصر؟ ولد مثلا عنده 16 سنه 17 سنه اقل من 21 سنه، ورث من اي حد ايا كان، من والدته مثلا او من اخواته ايا كان الميراث، مين هنا ليه حق التصرف في ماله؟ الوالد الطبيعي. الوالد الطبيعي هنا اللي هو الاب. في فرق ما بين بقى الولايه على المال والولايه التعليميه. الولايه التعليميه هو في ولايتين، ولايه على النفس والولايه على المال. حضرتك بتتكلم على الولايه على المال. الولايه دلوقتي التعليميه دي اللي هي حق اداره ملف الصغير التعليم، ودي خلاص بقت للحاضن، وده امر طبيعي جدا ومنطقي، هو معاها فهي الاقدر على رعايته من ناحيه الولايه التعليميه، هي اللي بتذاكر له وهي اللي بتوديه مدرسه وهي اللي بتجيبه، فده طبيعي جدا ان الولايه التعليميه تبقى للحاضن او للام. اما الولايه على المال فهي حق اصيل للاب. احنا زي ما بنقول ان احنا بنرجع للشرع طبقا للدستور، الماده الثانيه من الدستور التي نصت على ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع، مبادئ الشريعه الاسلاميه. يا استاذه مها ثانيه واحده، طب اكمل بس كده. الفرق فعلا في الجمله دي، مبادئ الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع، بنقول مثلا ان ترتيب الحضانه الام ام الام، زي ما الازهر الشريف طلع فتوى، برضو الازهر الشريف طلع فتاوى ان الوالد الطبيعي هو الاب، فما ينفعش ننازع ان الاب ناخد منه الولايه، الا زي ما الاستاذه مها تفضلت وقالت، لو حصل ان هو بقى عديم الاهليه، غير امين على مال القاصر، بيتصرف فيه بسفه، خطر على القاصر نفسه، ساعتها ممكن نلجا للقاضي يسحب منه الولايه ويعين حد مكانه تاني، سواء بقى كان من اهل الاب او يعين الام او ايا يعني كان القاضي يشوفوا في مصلحه القاصر. يعني هنا زي ما ممكن الحضانه تتسحب من الام في حاله ان الام مقصره في شيء، او حاله ان اثبت على الام ان هي مثلا عندها مشكله ما، مريضه نفسيه، عندها قضيه، اي حاجه، يعني اللي بيحصل على الاب بيحصل على الام. طبعا هقول لحضرتك على حاجه، قانون الاحوال الشخصيه يعني مفصل لمصلحه الصغير، هنشوف مصلحه الصغير فين وهنشرع على اساس كده، سواء الحضانه مع الام في مصلحته هنخليه مع الام، الولايه في مصلحه القاصر ان هي تبقى مع الاب هنخليها مع الاب، حصل غير كده هنغير في سواء الحاضن او في الولايه. طب استاذ علي، انا عايز اسالك سؤال برضو شاغل دماغي قوي، ليه بيختلف سن الولايه عن الولد والبنت؟ سن الولايه، لا هو سن الولايه 21 سنه ده سن الرشد، وسن الحضانه 15 سنه للولد وللبنت. كان زمان موجود اختلاف في سن الحضانه ما بين مثلا 12 و13 سنه، او كان قبل كده 7 و9، لغايه ما استقر اخر قانون واخر تعديل في قانون الاحوال الشخصيه 21 ان سن الحضانه 15 سنه للولد وللبنت. حاليا مفيش اختلاف، وسن ال 21 سنه اقل من 21 سنه فهو قاصر، لازم يبقى فيه ولي عليه، وفي حاله وجود عدم وجود الاب يبقى فيه للولد والبنت. للولد وللبنت، حلو قوي، تمام تمام. سن ال 21 سنه اول ما بيتمه بيبقى هو اللي ليه حق في التصرف في ماله، سواء بقى الاب موجود الاب مش موجود، المحكمه عينت وصي عليه ما عينتش وصي عليه، بيبقى ليه حق التصرف في ماله القاصر. ايه بقى الفرق بين الولايه والوصايه؟ لا الوالد الطبيعي اللي هو الاب، في حاله ان الولد عنده مال. ايه بقى الوصايه؟ ما هقول لحضرتك بقى، الوالد الطبيعي هو اسمه ولي طبيعي، ان انا ابني انا ليا حق ان انا ادير امواله. لكن في حاله ان الاب توفى، هنا بنبدا نروح للمرحله اللي بعدها وهي الوصي، مين الوصي على الاب؟ بيبقى بعد الاب الجد. بعد الجد ممكن المحكمه تعين الام. في حاله ان الجد مش صالح ممكن تعين الام بعد الاب على طول. بترجع لتقدير القاضي وبيشوف مصلحه القاصر فين ويعين الوصي عليه. اما الولي هو اسمه الولي الطبيعي اللي هو الاب. دي حاجه طبيعيه مش محتاجه لا محكمه ولا غيره. لا مش محتاجه اي قرار من المحكمه. ما هو ده التناقض بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ايه هو التناقض؟ انه الام
هي يعني معاها الولايه التعليميه ان هي بتطلع الصغير وكذا وكذا، لكن مثلا لو صغير زي ما الاستاذ علي تفضل وقال ورث مال، مثلا ابوه توفى او حد اداله هبه او زي ما يكون جاله مال، تبقى الام كخه بقى دلوقتي، ما تقدرش تصرف، ما تقدرش تتصرف في هذا المال، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، حتى لو الام نفسها هي اللي حاطه له المال ده. يعني لو هي اللي فاتحه له زي ما قلنا من شويه حساب في البنك او دفتر توفير، ومتفقه مثلا هي والاب على رعايه الصغير بهذا المال، توفاه الله لا قدر الله، هنا الجد بياخد مكان الوالد الطبيعي بالمناسبه دون محكمه برضه بشكل طبيعي زي ما قلت يا فرح. لازم يطلع قرار وصايه. لا يا ريس بيبقى برضه لا لازم يطلع قرار وصايه عشان يتم اعلام الوراثه يا استاذه. لازم بيحصل قرار وصايه. ماشي هو مفيش اللي حضرتك بتقوله ايوه بحكم المحكمه، لكنه ولي طبيعي ايضا مفيش نزاع، يعني لا تستطيع الام ان هي تاخد هذه الوصايه او هذه الا لو اثبت انه غير صالح. هو نفس الفكره برضه ان هي هتفضل عشان تثبت ان هو غير صالح، دي يعني سلسله من الاجراءات. طب ما ده اللي بيحصل في الحضانه زي ما قالت استاذه يعني انت حضرتك مؤيد الاجراءات دي؟ اه طبعا يا فندم، هو يعني هو ما الست تبقى حاضن يبقى حلو ليها ان هي تنتقل الحضانه من امها لام الام. والراجل لما يبقى ولي يبقى وحش ان هو ما تنتقل منه الولايه لابوه. احنا بنتكلم في حالات معينه، بنتكلم في حاله الجنين. لو في ضرر على الصغير او على القاصر هيتم تغيير الحاضن او الولي، وده امر طبيعي جدا. هو ده اللي بنتكلم فيه، بس الاجراءات بتبقى صعبه وبتاخد وقت. لا قرار الوصايه مش صعب، قرار الوصايه ده ممكن الاسبوع يخلص. بس كور ده بيستنفذ منطقه الام. لا لحظه واحده، إيه؟ لحظه بيستنفذ منطقه الام جدا. لا لا في حاجه ثانيه، ان انا اثبت ان هو غير صالح ابتداء يا جماعه، مش بنتكلم في قرار ما فيهوش نزاع. حضرتك بتتكلم في حاله ان مفيش نزاع يا استاذ علي، احنا بنتكلم في حاله ان في نزاع طبعا. صعبة. طب ما هي لو في برضه عايز اثبت ان الام غير صالحه، ما هي لحظة، هي على الطرفين. لحظه لا مش على الطرفين طبعا، احنا بنتكلم انه ايه، ان ايه المانع ان يبقى الولايه مشتركه ما بين الاب والام، تمام، وان اللي يحس ان في ازمه على الطفل او حد بيهدده هو اللي يلجا للمحكمه. هي الحضانه مشتركه. هل ده في تغيير من الحضانه مش مشتركه؟ بس هو في سبب، في سبب ان الحضانه مش مشتركه، ان في الحاله دي ان الصغير بيحتاج الى رعايه، ليه بقى نفس الحاضن اللي هو بيرعى الصغير ما يستطيعش ان هو يستكمل رعايته فيما يتعلق بماله؟ وانا معاك جدا ومؤيد جدا ان الحاضن لازم تكون ست بالزبط. انا وهي الاقدر على رعايه الصغير، بس انا برضو شايف ان الاقدر على اداره اموال القاصر هو الاب. يا سعاده الريس بقى الام لما يبقى الاب لحظة سوي. واحدة. لا لا مش بس، لا لا في حاجه ثانيه لحظه واحده، بعيدا عن ان هو سوي ولا مش سوي، في حاجه ثانيه، احنا عندنا دلوقتي الست وزيره ومحافظه وموجوده في البرلمان، هي اللي بتشرع لنا، ونيجي النهارده نقول هي غير قادره على رعايه مال الصغير؟ يعني هاو كام في الحقيقه. ده احنا الست هي وزيره الماليه بتاعت البيت. وانا هنا معاكي اصلا في نقطه كمان يا استاذ علي، انه هنا مثلا لو الام لا قدر الله الاب توفاه الله والام هنا لوحدها، لو عايزه مثلا تشتري لهم حاجه، لو عايزه تدفع مصاريف المدرسه، طب لو عايزه تشتري كتب، طب ليه كل ده تضطر انها ترجع للمحكمه وترجع او ترجع للوالد؟ لا اسمحي لي يا فرح، لا مش بس من الاول ابتداء، انا ايه المانع ان الام والاب يبقوا الاثنين اولياء على صغيرهم؟ بنتكلم في حاله ان الاب غير موجود، متوفي لا لا او حتى مسافر لو موجود. أو احنا عايزين نمسك اصل المشكله. ليه حتى لو موجود يبقى هو لوحده المتصرف؟ عشان ايه؟ هو مش الابن ده شراكه فيما بينهم الاثنين؟ شراكه فيما بينهم، شراكه في الولايه، لا في كل حاجه يا سعاده. ايوه لكن في الحضانه مش شراكه. ما هو في الحضانه مش شراكه عشان مصلحه الصغير، مش عشان حاجه ثانيه. يعني هو ما مش عشان احنا بنحرمه. لا كده مصلحه المراه يا استاذ علي. لا لا ايه المراه، احنا بنتكلم عن مصلحه المراه مش مصلحه الصغير يا استاذ علي. انت جايين عليك قوي يا استاذ علي النهارده بصراحه، جايين عليك قوي. لا لا عايزه اعرف، لا لا لحظه واحده، انا عايزه معلش انا عايزه برضه اقول كومنت علشان ابقى برضه ايه ماسكه العصايه من النص وابقى حياديه. ساعات الستات بتنتقم من الزوج، وبدل ما يكون هو مثلا في مدرسه تجريبي تحوله مدرسه خاصه، وبدل ما هو في مدرسه هي خاصه في كل الحالات تحوله مدرسه انترناشونال، تحوله وتبقى ده قرار انتقامي اصلا من الزوج، فاهمه ازاي؟ ففي الحاله دي برضو الرجاله بيبقى عندهم حق برضو ان هم يحافظوا على الفلوس. طب خليني ارد عليكي في النقطه دي بعد اذنك وبعد اذن استاذ علي. طبعا اولا ابتداء يعني هي في كل الحالات ينفع تنقل، ليه؟ عشان هي مع الولايه التعليميه للحاضر، صح كده؟ طيب لما بتيجي بقى هي بتدفع اصلا مصاريف المدرسه، ده اولا يعني مثلا زي ما تكون بتدفعها ثم بتجيب الايصال تروح بيه المحكمه ترفع. هو في الوقت ده الاب يستطيع انه يقول انا غير قادر، وبيقدر يثبت عن طريق يعني تحويلات المباحث او مرتبه الشهري زي ما يكون القاضي بيدينا التصريح حسب الحاله يعني، تمام؟ في الحاله دي هل القاضي بيلزمه؟
ما بيلزموش. لا لا يلزم. بيدوا له مثلا ممكن يديله هو النص وهي النص، وبعدين دي عظيمه قوي الام دي اللي تنتقم تنقل الطفل من مرحله اقل تعليميه لمرحله اعلى، وفي الاخر هي اللي بتدفع. هو هنا مش في عظمه لان هي هنا بتعلي منه كمان. استاذ علي دفع عن موكله، يعني ايه الانتقام الجميل ده؟ انا شايف من رايي الشخصي ان الولايه التعليميه، الولايه التعليميه فقط هي فعلا حق للحاضر، ومن حق فعلا الحاضن ان هي يبقى معاها حق الولايه التعليميه. تمام. والقانون في الحته دي عادل جدا، لان هو زي ما قال الولايه التعليميه معاكي، بس انا مش هلزم الاب الا طبقا لقدرته واثاره. يعني لو انت اخترتي نوع التعليم اغلى من نوع الطبيعي انت هتتحملي الفرق. والله هو مستواه المادي يسمح ان هو يدفع المبلغ ده هيدفعه، وده امر طبيعي جدا وعادل جدا. انت بقى اللي تبقي مسؤوله عن ده. لو انت عايزه حاجه اعلى، انت عايزه حاجه اعلى تحملي، لكن انا بالزبط. بالنسبه لي الراجل ده يقدر يدفع مبلغ كذا هحكم لك بيهم، مش هيلغي بقى المصاريف كلها. يعني مثلا المصاريف مثلا يعني لو 1000 جنيه وهو مقدرته يدفع 600 جنيه هيحكم لها ب 600 جنيه وانت 400 جنيه دول تحمليهم. بالظبط كده. فده الموضوع هنا بصراحه عادل جدا ومادة كويسة جدا، لا جت على ده ولا جت على ده. بس احنا برضو مشكلتنا ما زالت في الولاية. انا دلوقتي عندي مشكلة في ايه؟ ان الاب يبقى الوالد الطبيعي للطفل. لان القانون عندي قال لي ان لو في خطر على الطفل انت كأم من حقك تتقدمي ببلاغ للنيابة، والنيابة هتدرس الموضوع وهتحدد اذا كان في خطر ولا لا. لكن ان انا من الاول اقول لا انت مالكش سلطة مطلقة على ابنك، ولا لازم ابقى شريكة معاك في الولايه على اموال القاصر. طب هكمل بس انا عايز اعرف هقول لك المشكله. اوكي اتفضل. على اموال القاصر، لا المركب اللي برئيسين بتغرق. افرض ان القاصر ده البيت ما بيشغل بالرئيسين يا جماعه. لا عمره يمشي برئيسين. ازاي لو القاصر ده عنده شركه؟ طب استنى خلينا نمشي مع بعض. لو القاصر ده عنده شركه باسمه، مين هيدير الشركه؟ الاثنين. يعني هيبقى عمرك شفت شركه ليها اثنين رئيس مجلس اداره؟ لا لا ده مستحيل. بيكون موجود في المساله. لا لحظه واحده بس يا استاذ علي، ما ندخلش الامور في بعض، ما نخلطش. هو ده المال، هو ده المال اللي هيديره. هو ده التضارب فعلا. لا لا لحظه واحده. عنده مثلا مبلغ مالي يا جماعه، هي قالت لا انا هشتري له شقه في المكان الفلاني، والاب لا انا هشتري شقه في المكان الفلاني، مين كلامه هيمشي؟ هيجيب له العربيه يا جماعه. بس مش هي دي اداره مال؟ لا لا احنا ليه بنتكلم على الاب ان هو شخص وحش؟ الاب ده خالص يعني الطفل ده جميل بالعكس. ليه افترضنا ان هو وحش؟ يعني الاب ده حاجه كويس، يعني الاب ده حاجه تحترم جدا زي الام طبعا. واذا ثبت ان هو وحش هيتشال عنه الولاية. العكس. وقول لي حضرتك على حاجه بقى، الاب اصلا ما يقدرش يتصرف في اموال القاصر الا باذن النيابه. ولو اتصرف وثبت ان ده مش في مصلحه القاصر هيتلغي القرار بتاعه، وهتترد الفلوس من الاب، وهيتسائل عنه قضائيا. فايه المشكله دلوقتي ان هو يبقى الاب ولي؟ ما احنا ما انتوا حاضر، هو انتوا لازم تاخدوا كل حاجه. نتلغي احنا يعني ولا ايه؟ طب احنا معانا فيديو على السوشيال ميديا بعد الفيديو. احنا معانا فيديو على السوشيال ميديا منتشر من امبارح للطفل، خلينا نروح نشوفه سريعا ونرجع مره ثانيه. بصراحه يعني حاجه توجع القلب جدا. احنا طبعا غطينا وش الطفل علشان ما نساعدش في تدمير نفسيته، كفايه ان هو منتشر على السوشيال ميديا. بس حاجه توجع قوي قوي يا استاذ علي واستاذه مها، ان الطفل مترسخ في ذهنه انه انا عايز ال 50 جنيه وانا هحبكم انتوا الثلاثه ببلاش. الجمله دي صعبه جدا جدا جدا. طب احنا وصلنا هنا لايه؟ يعني وكمان عشان الناس بس تاخد بالها ان هنا الطفل كان في رؤيه، يعني هنا الطفل كان بيشوف باباه في الرؤيه. فاحنا ليه نوصل للمرحله دي؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني والله لو الموضوع بايدي انا لحاكم الاب والام في المسؤولين عن الواقعه دي، لان اولا لا هي راعت مصلحه ابنها ولا هو قام بالتزاماته تجاه ابنه عشان يوصلوا في الاخر يطلعوا طفل سوي. لازم ما بيحصل خلاف ما بين الاب والام يفهموا ان الاب ده ما بيطلقش العيله، هو بيطلق مراته بس، لكن دول برضو عياله. صح. لازم يقوم بدوره تجاه ابنائه، لازم يكون بالانفاق عليهم، ويعني لو قدر ان هو يشيل من بقه يد عياله لازم يعمل كده. كلنا اتربينا على كده، ده حتى اي اب سوي كده. والام مهما شافت من الزوج لازم ما توصلش ده لابنائها، لازم ما تكرهوش في ابوه عشان الطفل يطلع سوي. دي مشكله هتمسنا كلنا، يعني مش هقدر اقول طبعاً ان احنا مثلا مالناش دعوه لا ابني ولا اعرفه، لا ده المجتمع اللي طالع بعد كده. أيوة. ده اللي احنا هنتعامل معهم بعد كده. دي الاجيال اللي جايه. بالظبط كده. لازم تكون في جهه رقابيه على نفسيه الصغار دول، وتحاكم الاب والام المقصرين في حق عيالهم. استاذه مها، كان ليكي تعليق قبل الفيديو، وليكي طبعا حريه التعليق على الفيديو كمان. الحقيقه الطفل ده مستقبلنا. يعني انا موجوعه جدا. انت متاثره جدا. انا مش عايزاكي تتاثري ارجوكي. انا قبل الهوا عماله اقول انت المراه الحديديه الثانيه اللي معانا في ماشي ماشي. بس ولادنا ذنبهم ايه؟
يعني الطفل ده ذنبه ايه ان هو يقول لابوه ما تحطش ايدك عليا؟ دي بسبب الام ان هي كرهت لا 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 بسبب الاثنين، مش شرط يا فرح. لا الولد قال جمله غايه في الخطوره، قال كل الاطفال، هو بيقارن بينه وبين بقيه الاطفال اللي بيتهم مستقر فيما يتعلق بمعامله الاب ليه، وايضا الكلام اللي الام بتقوله. لا ده مسؤوليه الاثنين، هو طبعا مسؤوليه ما نقدرش نقول ان الام لوحدها هي السبب، لكن ايه اللي يخلينا نوصل ولادنا لكده؟ ايه خلينا يعني طفل بريء وجميل؟ يعني انا لما شفت الفيديو بفتكر علاقتي بابويا، ان زي الاب مش بس ما يحطش ايده عليا، الاب السند، الاب الظهر، الاب الامان، الاب الحضن، ازاي يعني احط كل ده مقابل 50 جنيه؟ استاذه مها وانتي متاثره كده هيطلع منك احسن الحلول. ازاي نقدر نطلع جيل مش بالشكل ده؟ ازاي نقدر نطلع جيل سوي؟ ازاي نقدر نطلع جيل يقدر يرفع شعار بلدنا ونفتخر بيهم في الفترة اللي جاية؟ الحقيقة أنا دايما يمكن ناس هتندهش أو إن هي شافتني كده النهاردة، أنا مندهشة. أنا دايما أقول لك ليه، لأن أنا نقطة ضعفي ولادنا، دايما نقطة ضعفي بلدنا، نقطة ضعفي مستقبلنا، إن إزاي بكرة مصر تبقى أحسن بولادنا، دول شمس حياتنا، دول شمس حياتنا، دول مستقبلنا بالظبط كده. فالحقيقة إنه كنت قلت قبل كده في روشيتا يمكن في الحلقة اللي فاتت، إنه مهم جدا إنه ما ينفعش نقول بشكل كده صامت الولاد يبقوا مع مين، بشكل صامت إنه الرؤية الموجودة دلوقتي غير إنسانية، غير إنسانية على الأم وعلى الأولاد وعلى الأب. اتكلمت في الموضوع ده الحلقة اللي فاتت بالظبط. فلازم يكون عندنا اولا سياده القاضي يكون معاه لجنه فنيه من حد اجتماعي وايضا نفسي وقانوني وديني يقول لنا ان الولد ده المفروض نفسيته تبقى عامله ازاي، رعايه من كل الجوانب بالظبط، ما ينفعش يبقى في نص مصمت. هرجع تاني للتعليق اللي كنت عايزه اقوله قبل الهوا، يعني قبل التقرير، والمتعلق بفكره الولايه حقي. وده يا استاذ علي اللي شفناه دلوقتي من كوارث، ان الولايه وكل حاجه مش مشتركه بين الاب والام، لازم الاب والام يبقى في بينهم الطفل ده مشترك، وايضا المجتمع يكون رقيب عليهم. هيبقى الاب بتاع الفلوس بس؟ لا، لا الاب والام مشتركين في الولايه وفي التربيه وايضا في الانفاق في كل حاجه، يبقى في شراكه. ما احنا حياتنا عقد الزواج والميثاق الغليظ هو عقد شراكه. صحيح، مفيش تغليب لطرف على الاخر الا بالتقوى، ودي حاجه لازم كلنا يعني نبص عليها ويكون عينينا. احنا مش في خناقه يا جماعه، احنا مش في خناقه على اولادنا، احنا في شراكه. الاسره وحده بناء المجتمع، وبالتالي احنا في شراكه. الشراكه دي لازم تكون من اول الولايه لحد ما نوصل ولادنا لبر الامن. دي حقيقة، وفعلا الجواز عبارة عن مشاركة في كل حاجة في الدنيا، ده حتى الطبق اللي بناكل فيه المفروض يبقى مشاركة. بس ده برضو هياخدنا لحتة مهمة قوي، الطلاق ومشاكل الطلاق والعذاب اللي بيحصل بعد الطلاق والطلاق الغيابي، وان انا عشان اتطلق اقعد سنين عشان اخد ورقة من المحكمة وتفضل حياتي متعلقة زي الورقة، وهو عايش حياته عادي، بيبقى ظلم كبير جدا واقع على الست. طب امتى بقى يا استاذ علي نخرج من المأزق الكبير قوي ده؟ ست بجد حياتها بتقف، طاقتها بتخلص، ما بتعرفش تربي، كل حاجة في حياتها بتقف، امتى هنخلص من ده؟ طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا لو عدلنا قانون الاحوال الشخصيه ده 100 مره كمان وعلى مدار 100 سنه عمره ما يحل مشكله الاسره المصريه. ليه؟ دايما اقول لحضرتك على احنا بنلجا للقانون والمحاكم امتى؟ بعد الخلاف، بعد ما يبقى ما فيش تواصل ما بيننا، ما فيش حياه ما بيننا، بنبدا نلجا ان احنا للمحكمه. لكن المشكله الحقيقيه دايما هي في سلوكياتنا. انا كزوج وكزوجه قبل ما اتجوز لازم ابقى فاهم يعني ايه اسره، لازم الدوله تعمل مش على حل، مش على قانون الاحوال الشخصيه بس، على سلوكيات الزوج والزوجه، على سلوكيات المجتمع كله. صحيح، يتم تدريس مناهج في المدارس وفي الجامعات ازاي الزوج يتعامل مع مراته، وازاي الزوجه تتعامل مع زوجها، وازاي نربي ابنائنا، وازاي نختلف مع بعض. صح، في حالات كتير جدا من جيلنا المكاتب بيحصل طلاق، بس طلاق شيك، طلاق باحترام، وبيستمر بعد الطلاق علاقتهم ببعض كويسه، والاولاد حتى بيطلعوا اسوياء، بيبقوا مع الاب وبيبقوا مع الام. الاب لو في حاجه بيقدر يعملها للاولاد بيقدر يعملها، الام لو تقدر
تشيل عن الاب بتشيل عنه. صح. هي دي العلاقه الطيبه، دي مش هتيجي بالقانون، علاقه متحضره، دي هتيجي بالسلوكيات. طب حضرتك يا استاذ علي من وجهه نظرك كراجل وكمحامي النهارده، ازاي نقدر نحمي الاطفال اللي احنا بنشوف يعني نماذج كتير جدا منهم، وده كان احد النماذج على فكره البسيطه، لانه احنا بنشوف في الواقع حاجات اقسى واشد من كده بكتير، ازاي نقدر نغير في قانون الاحوال الشخصيه ما يتناسب مع مصلحة الأبناء بقى الأول؟ سيبنا بقى من الستات، مش مشكلة. أنا أقول لحضرتك أنا متفق مع الأستاذة مها في حتة إن لازم تكون في لجنة مختصة قانونا وناحية دينية ومن ناحية النفسية تراقب سلوكيات الأب والأم. المكان الرؤية ده مشكلته إن هم بيدخلوهم في الرؤية كل واحد يعمل اللي عايز يعمله، مفيش لجنة بتراقب هل بيتم تنفيذ الرؤية، هل فعلا الام بتدي الولد لابوه، هل الاب لما بيقعد مع ابنه بيتكلم معاه كلام يخليه يسوي نفسيا. ما هو وارد ان الام توصل تاخد الولد تقول له لا انا مضيت في الدفتر وبقى انا كده نفذت الرؤيه بس مش هخليك تقعد معاه. وارد ان الاب ياخد الولد يقعد يملى دماغه بكلام تجاه والدته بسلام او يعنفه بالظبط كده، وبتحصل حالات كتير. كل يوم جمعه في مراكز الرؤيه بتلاقي مشكله حصلت ما بين زوج او راجل وطليقته، وبتوصل احيانا للاعتداء باليد، وتحصل محاضر في الاقسام وتتحول لمحكمه الجنح وقضايا ضرب. فلازم يبقى في لجنه موجوده تقرر انت صح ولا انت غلط، هل الرؤيه تمت؟ هل انت الكلام اللي بتتكلمه مع ابنك ده كلام في مصلحته؟ طالما احنا مش قادرين ندير حياتنا مع ابنائنا لازم يبقى في لجنه هي اللي تدلنا الموضوع ده. صحيح. لان احنا انا كحقك كواحد في مجتمع ان الاطفال تطلع اسويه. وجهه نظر تحترم من الطرفين، لان انا يعني المره دي شايفه في تلاقي في الفكره دي. يعني بقى معانا دلوقتي مكالمه تليفونيه، معانا دنيا عايزه برضو تقول رايها. الو الو، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي. شكرا حضرتك. انا دلوقتي هو بتتكلموا على قانون الاحوال الشخصيه، انا واحده ابني ابوه واخده بقاله 8 شهور دلوقتي. عنده سنتين، ولا عارفه اشوفه ولا عارفه اجيبه ولا عارفين اصلا نشوفه هو اذا كان عايش هو ولا ميت. هو خطفه ولا خده بحكم محكمه؟ لا هو ما خدوش بحكم محكمه، هو كان بياخده ود اللي هو يشوفه ويجيبه. راح واخده من غير ما يرفع الرقيه ومن غير اي حاجه. خده خالص وما رجعوش. خده خالص عشان خاطر راح له الحكم النفقه بالفلوس، اللي هو يدفع الفلوس النفقه لا اما يتحبس. والنهارده طب هاتي الطفل، جه خده عادي زي ما بياخده خميس ما رضاش يجيبه. طب هاتي الطفل واحنا نتنزل لك عن النفقه وانا مش عايزه الفلوس برضه مش راضي. يعني وانا ولا كنت بعمل رؤيه ولا كنت بدوره في المحكمه، انا كنت بدوره بالود بالحب والاحترام ما بينكم وما بين بعض. اللي هو اب ويشوف ابنه اللي هو برضه عشان العيل لسه صغير، انا ابني عنده دلوقتي سنتين وشهر. يعني صغير. أنا دنيا جدا والله، وان شاء الله يكون في حل وهنرد عليكي دلوقتي حالا. اتفضل بقى. انا اقول لحضرتك على حاجه، انا عايز احيي دنيا على اللي هي عملته، لانها اولا خدت النفقه بحكم محكمه ومع ذلك ما رضيتش تخليه يشوف ابنه بحكم محكمه. صحيح. ونفذت الاستضافه بالتراضي لاعلت مصلحه الصغير هنا، فانا بجد بحييها. ثانيا هي دي المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، بس شفت بقى المشكله اللي وقعت فيها بالظبط. والراجل ده مثال سيء للاباء، لانه فعلا هو هنا حرم بقيه الاباء ان هم ينفذوا الاستضافه الوديه بالظبط، لان هو فعلا كل الامهات هنا بيبقى ليها حق ان هي تتخوف ان هي تدي له الولد فما يعرفش يجيبه تاني. وهي بتقول لك بقى لي 8 شهور، مع ان ممكن يكون صدر لها الحكم بتسليم الصغير بعدها باسبوعين ثلاثه، لكن ده كله مش عارفه تنفذ. احنا عندنا مشكله في تنفيذ الاحكام. الرضيع يا استاذ علي، الرضيع بتاخد في يوم، تاخد التسليم قرار تسليم الصغير من المحامي العام في يوم واحد، لكن الكارثه في التنفيذ. احنا عندنا ازمه زي ما قلنا انه القانون من غير اجراءات عربيه من غير بنزين. فاحنا عندنا كارثه فيما يتعلق. طب هنا الحل ايه؟ بالتنفيذ. الحل ان هي تقريبا عملت الاجراءات كلها، ان هي خدت الحكم بتاع تسليم الصغير وهتسعى في التنفيذ. المشكله هنا في اليات التنفيذ اللي عندنا في البلد. احنا مشكله اليات التنفيذ عندنا في البلد فعلا ضعيفه. حتى هي بتقول لك امرح له حكم الحبس، هي خدت حكم حبس عليه وبرده ما نفذتش حكم الحبس، لان لو تنفذ عليه حكم الحبس كان زمانه دفع او اتحبس. يا الدفع يا الحبس. بالظبط، لا عرفت تنفذ عليه حكم الحبس ولا عرفت تنفذ عليه حكم تسليم الصغير. احنا برده ما خلصناش كلامنا، والكلام معاكم لا ينتهي بجد، والمشاكل فعلا المتعلقه بالاسره المصريه فعلا لا تنتهي، واحنا كل يوم مرارا وتكرارا هنفضل نتكلم في المشاكل دي لحد ما ان شاء الله تقل على الاقل النسبه شويه. مش هنعرف نغير الكون، مش هنعرف نغير العالم، ولكن احنا قادرين باذن الله ان احنا نحاول نغير على الاقل
طريقة التفكير، طريقة التعامل، طريقة تربية الشباب اللي طالع ده لسه جديد. بشكر حضراتكم جدا جدا ووعدونا باستضافة تانية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتونا جدا. اتمنى حضراتكم تبقوا استفدتوا، واهم حاجه في كل ده مصلحه الاولاد والاطفال، علشان يعني ما تشوفش ابنك او بنتك في موقف وحش قوي او زي الفيديو اللي حزننا كلنا من جوانا، لان في يوم من الايام ممكن حد فينا يبقى كده. مش مهم الفلوس، مش مهم مين يبقى معاه ايه، المهم نفسيه طفلك اهم من اي حاجه. صدقيني اهم من 50 جنيه اللي الطفل عايزها وبيسال او انا احبكم ببلاش. يعني يا ريت لو انت في الموقف ده فكروا ان نفسية الطفل اهم حاجة. نشوفكم بكرة على خير.